السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط تحضير درس صفحة 83 بناء فقرات سردية وصفية سنة أولى متوسط لغة عربية المقطع الرابع. نبدأ. أسم: خرجت من الشركة منهوك القوى، كنت ترى بعض رفاقك وهم يركبون سياراتهم الفخمة وأنت لا تملك سيارة، ضغطت على الشريدة التي كانت ملفوفة بين يديك بقوة وشدة، تقدمت خطوات، أشار إليك أحدهم من نافذة السيارة مودعا، رددت عليه التحية في برودة تامة وتقدمت جهة الحافلة، أكوام من البشر يتزاحمون، طلبة، عمال، إلى غير ذلك. المناقشة: ما نمط النص؟ هل هو نمط واحد؟ نمط النص سردي وصفي؟ لا، هو ليس نمط واحد. استخرج ما يدل على كل من النمطين السردي والوصفي من النص. ما يدل على النمطين: النمط الوصفي كثرة النعوت والأحوال الموجودة في النص. ما يدل على النمط السردي: ذكر الأحداث متسلسلة، تحديد الزمان والمكان. ما الغاية من استعمال كاتب لنمطين اثنين؟ غاية الكاتب من استخدام نمطين اثنين هو كتابة فقرة سردية وصفية. الاستنتاج: تداخل الأنماط. غالبا ما يلجأ الكتاب، عفوا هنا الكاتب، إلى استخدام أكثر من نمط واحد في إنتاج نصي، فيمزج مثلا بين السرد والوصف أو غيرهما من الأنماط، وهذا يتطلب مهارة. تعريف النمط السرد: هو رواية أحداث خيالية أو متوقعة في إطار زمني ومكاني، وإذا كان الوصف رسم صورة ثابتة فإن السرد صورة متحركة. كيفية كتابة فقرة سردية: تحديد المكان والزمان، تحديد الشخصيات، ذكر الأحداث التي وقعت. تعريف نمط الوصف: نمط الوصف هو أسلوب تعبيري يعمد عليه فيه الكاتب إلى الرسم بكلمات من أجل تقديم صورة واضحة عن الشيء الموصوف وإيصالها إلى القارئ. ومن مؤشراته توظيف الحال، النعت، التشبيه، الألوان. كيفية كتابة نمط وصفي: تكوين صورة واضحة في الذهن عن الشيء المراد وصفه، تقديم وصف مجمل ثم وصف التفاصيل، تقديم مؤشرات الوصف، نعت، حال، تشبيه، إلى غير ذلك، تقديم انطباع حول الموصوف. وهكذا أعزائي التلاميذ قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.